بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو له سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم إني هذا دعائي وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الإكلاه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا نختتم وخير ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريم صعدت إلى رب كريم آيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وكتب بنا وكتاب قراء الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والقارئ الذي شرف محافظة المنوفية بانضمامه إلى سير مولاه إذاعة القرآن الكريم والقارئ الذي يمتعنا دائما عبر سير الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة مولانا القارئ الحاج العزب سالم العزب القارئ والمقيم ببركة السبع محافظة المنوفية ندعو له المولى عز وجل بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا معذورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
عرشهم أولئك هم الفاسقون. أصحاب الجنة هم الفائزون. إلا هو خالق
والشهادة هو الرحمن الرحيم هو لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم المغيب
الباب المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا وجهي
إلى رب ذا مغفرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى
أولى لك فأولى أيحسب الإنسان ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد لله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن
الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، حاضر 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 إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك ملك يوم الدين. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحانك اللهم انت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد خلقت نوح ووصفته بانه عبدا شكورا وخلقت ايوب ووصفته بانه اوابا صبورا وارسلت القميص على عين يعقوب فارتد بصيرا وجعلت النار دردا وسلاما على ابراهيم فارتد ضياء ونورا وارسلت الحبيب محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وهكذا اخوة الايمان في كل مكان من ارض الاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا عطار جمهورية مصر العربية وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج العزب سالم العزب القارئ والمقيم ببركه السبع محافظه المنوفيه وكان معكم وبتوفيق من عند الله الهندسه الصوتيه والاناره الكهربائيه التي تطلب وجودها دائما من محلات الحاج رشدي شعبان واولاده بكفر فيش الكفرى بالاشتراك مع قصر قصور الضيافه المتنقله لصاحبها احمد سمير والمقيم بكفر سنجل ايها الساده اسره محلات اولاد شعبان للصوت وصوت تتوجه بخالص العزاء لاسره الفقيده وندعو جميعا للفقيده بالرحمه وللاسره بالصبر والعزاء والسلوان
ومن هنا تنتهي ساعتنا. وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.